الله يبارك فيكم يا رب. دكتور حامد اللواء فايز الدويري الخبير العسكري والاستراتيجي يقول بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي في مأزق حقيقي، بماذا تعلق؟ في البداية شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة أستاذ علاء الدين، تحياتي لك ولطاقم العمل والمشاهدين الأعزاء. الحقيقة هذا الكلام موثق وأيضا جاء على لسان عدد من المسؤولين إذا كان عسكريين أو سياسيين صهاينة، من أنه المأزق أصبح كبير الآن، يعني مع مقابر الدبابات المركبة وغيرها من المجنزرات ومن الجرافات الضخمة على يد المقاومة الفلسطينية البطلة، مضاف إلى أنه استخدام المروع لأسلحة الإبادة الجماعية، يعني من القنابل الثقيلة اللي كانت أمريكا تنقلها عبر الجسر الجوي منذ الساعات الأولى لبعض طوفان الأقصى، والتي تزن طن من المتفجرات، وكانت تستخدم بالفعل للانتقام بشكل واضح، يعني من المباني السكنية، يعني مربعات سكنية كانت تقصف بهذه القنابل، منها الذكية ما يسمى ومنها الغبية، لكن على كل حال يعني وصلت إلى عشرات الآلاف من الأطنان الآن هذه القنابل، لكن دون جدوى، لأنه الانتقام واضح منذ البداية، كان هو الترويع للمدنيين، للأطفال، للنساء والشيوخ. يعني نعرف جيدا أنه إذا فشل الجيش النظامي في التصدي للمقاومة الوطنية البطلة، وهذه ثورة تحرر وطني اللي يخوضها المقاتلون الفلسطينيون، يلجأ هذا الجيش الفاشل الذي فعلا أثبتت أنه لا عقيدة لا شرف مهني له، أن يعني ينتقم من المدنيين العزل، ولذلك نرى هذا التدمير الممنهج المروع. يعني وصل عدد الشهداء الآن إلى 38,664 ألف شهيد، منهم 16,000، أكثر من 16,000 طفل و10,000 امرأة فلسطينية، والباقي هم أيضا مدنيون عزل. الحقيقة هذا العدد